وقفة رح ننتقل لموضوعنا التالي، عالم ما بدي أحكي التجميل، بدي أحكي العناية بالبشرة. يعني عليك صح. لنقدر نحافظ على بشرة صحية. يعني اليوم معنا دكتورة صيدلانية غفران الحكيم حتى نحكي أكثر بموضوع محدد دكتورة عن العناية بالبشرة وخاصة في فترة المراهقة. يعني إحنا خلينا نعرف من خلالك فترة المراهقة شو المشاكل اللي بيتعرضوا لها سواء الشباب أو الصبايا بموضوع البشرة. أول شيء سعد صباحكم، شكرا كثير على هالبرنامج الحلو. شغلة ثانية، من أكثر المشاكل الشائعة عند الشباب مرحلة المراهقة اللي هي حب الشباب، كثير بيعانوا منه، بيكون بسبب زيادة بإفراز الغدد الدهنية للزيوت والدهون على البشرة، بالتالي بتراكم عند الجلد الميت وبصير سد للمسام، فبتظهر الحبوب على البشرة وبتتكون البكتيريا يلي بتسبب عنا حب الشباب، نحكي الكيوتي بكتيريوم، وهي من ضمن الجرام بوزيتيف بكتيريا، بتسبب لنا هاي الحبوب يلي على الوجه. يمكن دكتورة بعض المشاكل بتكون وراثية لربما أو جينية نوعا ما، صحيح؟ إلها دور، وكمان النمط الغيال الغير صحي، نحكي الأكل الغير صحي، نستخدم الروتين الغلط لبشرتنا، هذا كله أكيد بيؤدي لظهور الحب. طب كيف ممكن يصير في عناية خصوصا في مرحلة المراهقة عشان نتفادى المشاكل اللي ممكن تمتد حتى يعني لعمر متقدم؟ بالضبط. هلأ لما نبلش بالعناية أهم شيء يكون عندنا روتين طبي للبشرة، دائما نحكي الغسول، المرطب، واقي شمس، أشياء أساسية تكون بروتين اليومي. مثلا الغسول كلينزر مشان نتخلص من الزيوت والدهون اللي موجودة على البشرة، مرة لمرتين باليوم حسب طبيعة كل بشرة. السانسكرين لازم يكون برضو واقي شمس، نتفادى التصبغات يلي بتصير بسبب أشعة الشمس، وأكيد كنا بنعرف إنه أشعة الشمس كمان إلها دور إنه تزيد التجاعيد وتبكر ظهور التجاعيد على البشرة. وآخر إشي الترطيب، إشي كتير ضروري نرطب بشرتنا. شغلة تانية، نمط الحياة الصحي، نزيد من الأكل الألياف، هالقصص، نحكي الحمضيات خاصة هلأ فصل الشتاء، هي عبارة عن مضادة أكسدة، بالتالي تعطي لبشرتنا النضارة، التفتيح. نبعد عن كل الفاست فود، بيكون لأنه بتعرف فيه زيوت دهون، يعني مضارها بنحكي بالجسم وكمان على البشرة. طيب دكتورة غفران، لما نتحدث عن حب الشباب، طبعا يعني أكيد يمكن كتير من الأشخاص بهاي المرحلة أو بهاي الفترة، أو إذا في هلأ مراهقين عم بيحضرونا، ممكن فعلا عانوا منها. أنو بيعاني أكتر، الشباب أم الصبايا؟ وكل حالة بحالتها، يعني في ناس بنشوف مثلا الحبوب عندهم ممكن تكون بسيطة، وفي يعني أشخاص ممكن تكون الحبوب عندهم كبيرة وفيها يعني رؤوس بيضاء، يعني ممكن تكون مزعجة بشكل كتير كبير. صح. هلأ نحكي مين أكتر، شباب أو صبايا؟ نحكي ما في معيار محدد، بس في دراسات كانت تحكي إنه الشباب أكتر عرضة لحب الشباب، لأنه بفرز جسمهم الغدد الدهنية والزيوت أكتر من الإناث، فممكن نحكي النسبة بتكون عند الشباب أكتر من الصبايا. هلأ بالنسبة لدرجة الحبوب أكيد تختلف، وبناء عليها بيختلف العلاج المناسب لها، سواء كان عن طريق الأدوية الطبية، عن طريق الدكتور الجلدي، أو عن طريق جلسات علاجية بتكون بالمراكز والعيادات. يعني في حالات لازم أنه يلجأوا يعني لمختص، سواء أكيد طبيب أو خبير بشرة، حتى يقدر أنه يساعدهم، حتى يقدر يعالجهم ويختار العلاج المحدد لهم المناسب. يمكن كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهواء عن البشرات الدهنية تحديدا بفصل الشتاء، وشو ممكن روتين يتبعوه كل الأشخاص اللي بيعانوا ربما أحيانا من أكزيما دهنية أو مشاكل دهنية على البشرة، شو الحل؟ هلأ دائما نحكي الإشي الكتير مهم، أي حدا يعمله تقريبا كل شهر لشهر ونص نعمل جلسات تنظيف بشرة، عشان جلسات التنظيف تتخلص من كل الزيوت يلي بتكون جوا بشرة، فبالتالي ما بتتراكم عنا. حتى الرؤوس السوداء هي تعتبر نوع من أنواع حب الشباب، لو ما شلناها أول بأول هاي الرؤوس السوداء والبيضة رح تلتب، فلما تلتب بتصير مظهرها مزعج وممكن تنتشر على كامل الوجه. شغلات تانية، التقشير الكيميائي، وخاصة هلأ فصل الشتاء كتير مهم نعمل جلسات تقشير كيميائية، منه من المسام، منخفف من الزيوت، وبعطينا مظهر صحي ونضارة للبشرة، فدائما نحكي تقشير كيميائي معناته هو المفضل عنا فصل الشتاء. طب أنا بدي أسألك، للأشخاص اللي عانوا أوريدي من حبوب الشباب وتركت آثار عندهم، في كتير منهم يمكن تركت آثار عندهم خاصة إذا كانت الحالة يمكن شوية يعني سيئة، كيف بيقدروا يساعدوا حالهم هلأ من خلال أكيد العلاجات يمكن المقدمة؟ وإحنا عم نشوف يمكن موضوع البشرة والعناية بالبشرة تطور، يعني صار فيه كتير تطور فيه. هلأ بداية بنحكي إنه الوقاية خير من قنطار علاج،
أهم نقطة إذا طلع أي حبة ببشرتنا ما نلعب بهاي الحبة أصلا، لأن أول ما نلعب فيها رح تحفر بالوجه، تعمل ندوب وتعمل آثار على البشرة. شغلة تانية غير ممكن شغلة الآثار، ممكن البكتيريا تنتقل على كامل الوجه وتعمل عدوى. هلأ كيف بدنا نعالج لو صار هذا الموضوع؟ بيكون ممكن عن طريق جلسات الديرمابان، الميزوثيرابي. هاي الجلسات بتعمل نحكي تجديد للخلايا، تحفيز للكولاجين، وإزالة الآثار يلي موجودة ممكن عندنا. ممكن تساعد؟ أكيد، ولها دور كتير كبير، لأنه بتعمل تقشير كامل للبشرة، بتخف من مظهر الآثار يلي عندنا. ولازم إجباري مع هاي الجلسات يكون عندنا واقي شمس، لأنه بخلال الجلسات العلاجية اللي أنا بعملها عندي بالمركز بتصف البشرة كتير حساسة، فأول فترة كتير لازم نرطب ونحط واقي شمس عشان ما تتهيج البشرة بزيادة. واقي الشمس بيقتصر على فصل الصيف ولا ممكن بالشتاء؟ وهل بتختلف حدة الشمس؟ لأنه أحيانا بحكي لك حتى لو شمس خفيفة أحيانا في بشرات لازم يكون أكيد واقي شمس ضروري، فصل صيف شتاء لازم نحطه. حتى بالبيت أنا بفضل نحط واقي شمس، لنحكي إشي كتير بروفيشنال، إشي كتير ممتاز. بالبيت نحط كمان سانسكرين، خاصة بعد جلسات التقشير بتكون البشرة كتير سنسيتيف. طيب هلأ أوقات كتير ممكن العديد من الأشخاص يتصرفوا من تلقاء نفسهم، يعني إحنا بنشوف مرات كتير ممكن يجيبوا يعني صابونة اللي بتنشف، يعني صوابين بتنشف. هل في أشياء ممكن فعلا يستخدموها تضر ببشرتهم أكثر؟ أو الخلطات؟ بالضبط. هلأ هاي الخلطات نحكي عالم تاني كله غلط، وأنا كتير ضده للأسف. إشي كتير شائع وبيجي عندي حالات على المركز، بنات بيتابعوا بلوجرز مثلا ما بيكون عندهم خلفية طبية علمية عن شو اللي بيتم الاستخدام، بتنشر هي بهدف الإعلان عن منتج معين أو دواء معين أو خلطة معينة. طبعا هاي بتعمل كوارث عند البنات، مثلا معجون أسنان ينحط على الحبة، نحط عصير ليمون على الحبوب إنه على أساس بتطفي الحبوب، بس طبعا لا، هون ممكن يصير عندنا كتير مشاكل جلدية. فلازم يكون عندنا الوعي الكامل إنه إذا بدنا نعالج بشرتنا نروح بس عند المختص، عند الطبيب الجلدي أو الصيدلاني الخبير بالبشرة ليلاقي لنا الحل المناسب، لأنه كتير هلأ صار استخدام خاطئ للكريمات ومستحضرات التجميل. ونحكي يمكن بالنهاية قد إيه المي مهمة؟ ضروري شرب الماء، الماء من 2 ل 3 لتر، بتحسوا بشرتكم صارت اصلا في حيويه، وحتى للجسم تنعش الجسم كامل، ضروري الماء. يعني احنا بدنا نشكرك دكتوره غفران الحكيم، دكتوره صيدلانيه، يعني نتمنى كل النصائح اللي زودتينا فيها تكون يعني وصلت لكثير من الاشخاص، يتمتعوا مش بس بالجمال. احنا دائما بنقول على بشره صحيه، يعني انا بطلع على غفران تحت الهواء بقولها ما شاء الله عليك، قد فعلا واضح انه البشره صحيه، وهذا ضروري جدا واكيد مهم. صح، شكرا لك. الله يسعدك، شكرا كثير لكم.